السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المساله رقم 13 من مشروع اويلر، فخليكم معايا. تمام، فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان كل صف من هنا عباره عن عدد مكون من 50 رقم. تمام، فهو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يجمع كل الصفوف ديت. تمام، هو عباره عن 100 صف، كلهم 100 صف. تمام، فهو عايز يجمعهم، وبعد ما يجمعهم عايزك تجيب اول 10 ارقام من على الشمال. طبعا الرقم باي رقم بتقرا من على الشمال، تمام، من الشمال لليمين. تمام، فبالتالي احنا هو عايز يجيب اول 10 ارقام بقى من الرقم دول. تمام، فتعال نشوف هنعمل كده ازاي. تمام، فتعال بس احنا نرجع للشرح بعدين. تمام، وده ادى الارقام دي كلها. فالفكره فيها ان احنا بس هنعمل ايه في سطر واحد بس، هنعمل ايه؟ هنيجي على الارقام دي كلها اللي هو الصفوف دي كلها. تمام، هنشيل المسافات الفاضيه اللي في البدايه والنهايه باستخدام اللي هو ستريب ميثود. تمام، وبعد كده بعد ما نعمل منشيل المسافات الفاضيه هنعمل ايه؟ هنعمل سبليت، يعني عشان طبعا عند نهايه كل صف هنا في سلاش ان اللي هو علامه انتر. تمام، اللي هو يعني مفتاح انتر. تمام، فهنشيله بردك بحيث ان هو يدينا الصفوف اللي عندي. تمام، وبعد كده بعد ما اخد الصف ده هيدينا بقى مجموعه من الصفوف. تمام، في كل صف ده انا هحوله مين؟ هحوله الرقم اللي هو انت. تمام، وبعد كده نخزنه كلها في مين؟ في الميثود ديت. فهو دي طبعا لسه كومبريهنشن، في سطر واحد عملت الكلام ده. طب لو انت مثلا مش فاهم الكلام ده وحاسس ان هو صعب عليك، هو نفس الكلام ده بالظبط، هو باستخدام فور لوب. تمام، باستخدام فور لوب ممكن تقراها تلاقي نفس الكلام بالظبط. تمام، طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بعد كده بقى يا سيدي، ما انت عايزين نشوف ازاي هنقدر نجيب اول 10 ارقام. طيب طبعا الموضوع سهل خالص، احنا هنجيب طبعا احنا كده معانا كل الارقام، كل الصفوف على هيئه ارقام. تمام، فهنيجي نقول هنادي على الصم اللي هي ميسو ديت، وهتجمع لنا كل الاعداد اللي موجوده في في الليست ديت. تمام، اللي هي الانت نمبرز. فكده مجموع الارقام كلها، مجموع الصفوف كلها كده دلوقتي معايا في اول صم. طيب دلوقتي فاضل لي حاجه واحده بس، ان انا اجيب مين؟ اجيب اول 10 ارقام من على الشمال. طب اجيبهم ازاي؟ بص يا سيل، انت لو جيت مثلا اي ارقام، ماشي، الرقم الارقام الاولى من اي رقم لازم يكون اقل من 10 اس عدد تلك الارقام. طب ازاي يعني؟ بص يعني مثلا رقم شبه 521، لو انا عايز اول رقمين فيه اللي هو 52 لازم يكون اقل من 100 اللي هو 10 اس 2. لازم، ما هو اول رقمين فيه عباره عن عدد بيتكون من رقمين، واي عدد مكون من رقمين لابد ان هو يكون اقل من 100. دي بديهي يعني، حاجه معروفه. تمام، طيب مثلا رقم تاني اللي هو مثلا 1 2 3 4 اللي هو 1234. تمام، فهو يعني مثلا اول ثلاث ارقام فيه يبقى عباره عن 123. تمام، فهو برضك 123 اقل من مين؟ اقل من 10 اس 3 اللي هو اقل من 1000. طب ليه برضك؟ ما هو عشان ال 123 مكون من ثلاث ارقام، اي رقم مكون من ثلاث ارقام تمام هتلاقيه برضك اقل من كام؟ اقل من 1000، بس كده. فدي ببساطه خالص وبوضوح خالص، ما فيهاش اي مشكله. تمام، فالفكره كلها ان احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل وايل لوب. تمام، هنعمل وايل، ماشي، بحيث ايه؟ بحيث ان انا كل شويه هشوف الرقم اللي عندي. تمام، لو الرقم اللي عندي مثلا طلع اكبر من اللي هو مثلا 10 اس عدد الارقام، تمام، هفضل اطرح منه 10 او اقسمه على 10، اقسمه على 10. تمام، هقول لك اوضح لك اكتر. يعني مثلا هنا رقم شبه 521، ماشي، انا عايز اجيب اول رقمين فيه، ف 521 اكبر من كام؟ انا اول رقمين فلازم يكون اقل من او بس اقل من ال 100. تمام، لازم يكون اقل من ال 100. طيب فاول حاجه هقسمه على كام؟ فطبعا 521 اكبر من 100، فاقوم انا جاي اقسم الرقم ده على 10، فاديني كام؟ فاديني 52. طب 52 اقل من 100، ايوه صح، فخلاص كده تمام. تمام، فهو طول ما هو اكبر من 100 هفضل اقسمه على 10. طيب اول ما يبقى اصغر من 100 خلاص هقف على كده. تمام، فدي الفكره يعني، فالفكره في كده بس. فانا هقول 10 طول ما الرقم بتاع اكبر من او بيساوي، اكبر من او بيساوي مهمه جدا. ما هو طبعا ما فيش رقم مكون من ثلاث ارقام ويبقى مثلا إيه يعني مثلا بيساوي 1000، لا، فهو لازم يكون اقل من كده، لازم نخليه اقل من الرقم اللي عندي. تمام، فلازم ان الرقم اللي عندي يكون اقل من النهايه بتاعتي. تمام، فهو لازم اقل من او بيساوي، دي مهمه جدا. تمام، طيب هفضل بقى ان انا كل مره اطرح منه. تمام، ومهم جدا الشرطتين دولت عشان مش عايز اي كسور، لا انا عايز ارقام صحيحه عشان لو في مثلا اي كسر او في اي باقي يطيره، انا عايز بس اعداد صحيحه. تمام، فدي الفكره كلها، كل مره هفضل اقسم على 10، اقسم على 10 لحد ما الرقم اللي عندي يبقى اقل من القيمه دي. تمام، اللي هو 10 اس عدد الارقام. تمام، واول ما اوصل القيمه ديت كده هقف بقى واطلع من الفور لوب، من الوايل لوب، وبعد كده اطبع الناتج، فالناتج اللي عندك هيطلع بالقيمه دي. تمام، بس كده. فتعالى بقى نشوف مثلا كده،
اه تمام، الحمد لله كده المسألة اتحلت الحمد لله. يعني مسألة بسيطة خالص وسهلة خالص، هو الفكرة كلها بس في الحتة ديت، بس انت تكون عارف الحتة ديت، بس هي محتاج بس شوية يعني ايه، حاجة بسيطة خالص، هي حاجة بديهية خالص تمام. فالمسألة حلوة وبسيطة ما فيهاش حاجة تمام. حاجة بس كمان كنت عايز اقولها، لو مثلا قال لك ان انا عايز اجيب اخر 10 ارقام، اخر 10 ارقام هتجيبها ازاي؟ هيبقى نفس الكلام بالظبط، بس الفكرة انت هتقول all sum تمام، وبعد كده تقول له هنا مد ماشي 10 اس ديجيت تمام. هي نفس الكلام بالظبط، هو بقى ايه يعني، هو لو قال لك اخر 10 ارقام هتعمل الكلام ده، لو اول 10 ارقام هتعمل الكلام ده تمام. فدي الفكره يعني، انا حبيت بس ايه، لو انت مثلا عايز تفكر اخر 10 ارقام هجيبهم ازاي، فهو هتتجاب بالطريقه دي، لو اول 10 ارقام هتجاب بالطريقه دي بس. فهو دي نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.